محمد طمنا عليك كده، يمكن بداية قوية مع المقاولين العرب، رحت الأهلي الكل كان متوقع التألق والنجومية، تجربة بيراميدز، يمكن مودرن سبورت شوية أو فيوتشر في البداية، كنت شوية محمد بيتألق شوية محمد بيبعد، يعني كلمنا كده بقى عن المراحل المهمة في حياتك في الفترة الأخيرة دي. نبدا بالمقاولين. طبعا انت عارف ان انا طبعا يعني الحب اول الكبير بداياتي ده طبعا كانت نادي المقاولين العرب، وهو ليه صاحب فضل كبير عليا. طبعا زي ما انت عارف انا بدات في المقاولين كويس جدا الحمد لله، وقدرت ان انا من خلال نادي المقاولين ان انا اطلع اروح للنادي الاهلي. تجربه النادي الاهلي ما كانتش احسن حاجه، قعدت فتره قصيره جدا وبعد كده مشيت. الحمد لله يعني دايما الواحد بيبقى فيه لعيب الكوره دايما بيبقى فيه ضربات كتير في حياته، بس هو الكويس والافضل اللي هو عنده استمراريه ان انت تقدر تقوم تاني من ال من وتعافر اه لغة الكورة بالظبط، كده. وده اللي انا عملته الحمد لله. وبعد ما مشيت من النادي الاهلي انا جالي النادي الاهلي مرتين بعدها او ثلاثه، وجالي الزمالك مرتين وانا في المقاولين كل ده. واخيرا قبل ما امشي من بيراميدز كان جالي برضو الاهلي تاني، بس طبعا المفاوضات ما كان يعني ما تمتش. مع بيتسو موسيماني، كان بيتسو موسيماني وطلبك ويمكن اخر مره خلاص. كانت صفقه تبادليه ما بيني انا وما بين احمد شيخ وكده، بس ما تمتش. حتى انا طلعت في التلفزيون وكده وصرحت ان انا كنت حابب ان الموضوع يتم تاني، لان انا كان عندي رغبه ان انا ارجع تاني النادي الاهلي. بس والحمد لله في الاول في الاخر برضو بيبقى نصيب. بعد كده طبعا تجربه بيراميدز انا من احسن التجارب بالنسبه لي، قعدت هناك من 3 سنين، يمكن 3 سنين افضل 3 سنين في حياتي في الكوره. بالنسبه لي انا كانت من يعني اميز تجربه ليا. بس بعد كده بقى مودرن سبورت فيوتشر او مودرن او سبورت فيوتشر بالاسم الجديد يعني. ما انا بالنسبه لي انا ما كانتش احسن حاجه، وما كنتش مرتاح في ال3 سنين اللي انا قضيتهم، وكنت بسعى من اول يوم ان انا امشي. غريبة دي يعني. لا لا انا كنت من اول يوم انا كنت عايز امشي، ما كنتش مستريح، فعشان كده ما قضيتش بأحسن حاجة ليه؟ يعني فرقة بادئة كبيرة والله. انا ولا بالنسبة لي انا طريقة الانتقال؟ انت كنت نجم في بيراميدز، فجأة صحينا الصبح محمد فاروق محمد فاروق وطارق طه في فيوتشر. انا بالنسبة لي انا اصلا قبل ما امشي من بيراميدز انا كنت مجدد 5 سنين، يعني السنة اللي انا مشيت فيها اصلا كنت مجدد، والنادي قعد معايا وجددت 5 سنين. اللي حصل ان انا حسيت ان انا في النادي هناك في بيراميدز ان انا يعني حصل بعض الاحداث، حسيت ان انا شخص غير مرغوب فيا، ف في بيراميدز خدت قرار بعد ان انا ما جددت ان انا همشي. ففي حد كلمني في فيوتشر، حد ده كان يعني كان حد انا بثق فيه جدا وكده، وقال لي ان النادي هيبقى حاجه بيراميدز تاني. كويسه وبتاع كده، بس للاسف ده ما كانش صح.